تبان في أحسن حلة، تهتم في راسها، دير هي شنو بغات تدير، يعني في المكياج. طبعا حنا بدينا كندخلوا في الجو بدا كيسخن بزاف، كثره ديال المكياج والصهد وهكا ما كيجيش زوين. مي من الاحسن ان نكونوا على الطبيعه ديالنا، وتكون دير هي اللي بغات تكون فيه مرتاحه. ما كاينش المراه تقول انا ما نقدرش ندير جوج الحوايج. المراه تقدر تقرا وتولد وديها في راسها وتكون ناجحه وتوصل كل شيء في العقل الا قسمتي الوقت ديالك. نرجعوا لمساله النظام، فانا هادشي شفتو الناس قرابين ليا بزاف، هي اساسا المراه ما منظماش الوقت ديالها، مع انني بزاف التعليقات ولا بزاف الناس يقولوا اوكي انت عندك اللي كيعاونك وات ايفر يو ها عندك هذا، ولكن راه واخا يكون عندي اللي كيعاونني. كما شفتي انا داري كامله دايره فيها الكاميرات، كنخرج لي شويه كنبقى حاديه البيبي ديالي في التليفون. واخا يكون عندي اللي يعاونني، خاص ماما تجي، ما كايناش ماما، خاص تكون اختي. از نوت ايزي، غنهتم براسي وانا في الدار، لان كلشي عندنا في الدار. راك شتي قبيله طلعتي عندي الفوق، زعما راك شفتي الاويل جميع انواع الزيوت انا حاطاهم عندي. وعلى هاد الاعلى الزيوت بغيت نصح البنات واحد النصيحه اللي هي مهمه، ولاحظت 99.9% في المغاربه كيديروا هاد الحاجه هادي. صديقتي العزيزه، الزيت ما تيتحطش على الشعر مسخ. ماشي انا غدا الحمام اجي ندير الزيت، نو، خاصنا نغسلو الشعر ديالنا، نديرو الزيت، نبقاو فيه ساعتين حتى ثلاثه السوايع. راه الا خليتيه زعما ماشي الغد اللي غيطول لك شعرك ولا غتوقع شي حاجه اللي هي خارقه للعاده، بالعكس تيولي غير ضرر. غسلي شعرك عاد ديري له الزيت، قبل منها شعري مسخ وندير له الزيت راه شي حاجه غير كما كنقولوا كتخوي الماء في الرمله، قريب يخرج رمضان. عاد قلت لك في العيد، في العيد كاينين جليبات اللي هما زويبنين، كلشي خرج بالالوان، كثرت الالوان فيه، يعني ماشي لون واحد. وطبعا اللون الاساسي اللي عندنا في هذا الصيف هذا هو اللون الابيض، البيض هو اللي طاغي.